ماشي ما نقدرش نقولوا فرض ديني اللي مكتوب في يعني سيت ان اوزاج مذكور سيده بمرا سيت ان اوزاج هذا هو سيت ان اوزاج سيت ان اوزاج كاين يعني نستعملوه كاين ايات وايات على الحجاب انا بالي وراني عرفتهم مليح وعند بالك هذه نعم. اول مره اللي تناقشنا على هذا الموضوع طيب سؤال اول استاذ بن براهم كان في فرنسا في كل الدنيا هشام هشام اول استاذ وي الو سؤال اول ذكرني واش قلت بخصوص التوجه العالمي الان انه الدساتير في وي لا لا سيتوينتي موجه للمواطنين وليس للمؤمنين ولكن المؤمنين هما كذلك مواطنين عليهم يدافعوا على العقيده نتاعهم دستور ما هو إلا كتابات ومؤلفات شكون اللي خدمهم؟ خدمهم الأحزاب السياسية والناس نعم دونك اليوم ما نقدروش نقولوا باللي إن سادغيس با أو مسلمان إن سادغيس با أو سيتويان لأن لو سيتويان إي مسلمان إي لو مسلمان إي سيتويان وبا نوبليي هذه سيدة بن براهم تدافع عن الإسلام من جهة وعن التحرر من جهة وعن تلفتي أنا شو أنا